صوت العرب من القاهرة. النافذة المغلقة، بطولة كريم مختار، محمد رضا، إحسان القلعاوي، بالاشتراك مع سمير حسني وفادي عبد الغني. النافذة المغلقة، تأليف حسن زين العابدين، إخراج يسري علي. دوسي القضية دي بعته لك الأستاذ رؤوف يا أستاذ محمود، أصله نزل مشوار وقال إنه هيتأخر شوية. هات يا سيدي وريني قضية إيه دي. نصب واحتيال تاني. الله، هي القضية دي كترت ليه كده يا عم كامل؟ الضمير يا أستاذ محمود، الضمير. خلاص بعوف سوق الجشع والذمة الكاوتش. أيوة والله عندك حق. بقولك إيه، أنا محتاج لي شويتين شاي من إيدك البركة دي علشان أقدر أدرس القضية دي بمزاج. عناية ليك يا أستاذ، ده أنت تؤمر. إنما قولي، وانت مش كنت بتدور على شقة برضو؟ ايه، ايدي على كتفك يا عم كامل. وانا لقيتها لك. مين؟ رؤوف؟ ايه هي دي بقى اللي لقيتها لي؟ هو في غيرها؟ الشقة طبعا. يلا يا عم، عقبال العروسة كمان. ما هي الشقة جيب العروسة يا عم كامل. انما الشقة دي بقى يعني انت شايف انها كويسة؟ ايه اللي كويسة؟ دي برحة واسعة وبتطل على الاربع جهات. هتسألني ازاي؟ معرفش. وبتمر عليها كل فصول السنة. لا وايه؟ قريبة من المكتب بتاع الشركة، ورخيصة وإيه كمان؟ وصاحبها راجل طيب. يا سلام. ومستنين إيه؟ ما تقوموا تلحقوا الراجل قبل ما يأجرها لحد تاني. إيه أنت شايف كده يا عم كامل؟ ودي عايزة برضو كلام يا أستاذ، بس إيه، ما تنساش بقى أنا ليا الحلاوة. يا ريت يا رؤوف ربنا يوفقني بقى واقدر اخد الشقه دي علشان اقدر اكمل نص ديني. ده انت لما هتشوفها مش هتصدق عينيك. انما اقول لي يا رؤوف، ما تعرفش يعني صاحب البيت ليه طلبات كده ولا كده؟ كده ولا كده ايه؟ وهو لو صاحب البيت بتاع كده ولا كده انا كنت برضه اسكنك عنده؟ ده كلام يا ابو حنفي؟ خلاص يا سيدي ما تزعلش، الواحد بيطمن بس قبل ما يروح. بس غريبه قوي يا رؤوف، انت متأكد انه مش هيطلب خلو رجل ولا مقدم ايجار ولا اي حاجة من دي؟ اعمل ايه بس عشان تصدق يا اخي؟ لو كنت عاوز تدفع انت خلو رجل انا مستعد اخده منك واريحك عشان تطمن. غريبة اوي. ولا غريبة ولا حاجة. ادينا وصلنا اهو، وكلها ثواني وتشوفها بعينك. الله، ايه ده؟ هي دي العمارة؟ واجهتها جميلة قوي. ياه، والشارع والحي هادي قوي. ولسه بقى لما تشوف الشقة كمان. على الله تبقى زي الحي. يا جابر، انت يا جابر يا اختي، الراجل ده راح فين يا اخواتي؟ يوجتك ايه واقف في الشباك؟ اظن ما هتقولي بتشم شوية هوا. اعترف. اعترف ايه بس يا استروحية؟ انت كنت واقف في الشباك ولا لا؟ ايوه كنت واقف، اعترف. وانا قلت لك ايه قبل كده؟ ما افتحش الشباك وما اقفش فيه. وليه انا قلت لك كده؟ عشان التراب والدبان ما يدخلش الشقه. لا، في حاجه تانية انت نسيتها. ايه؟ تحب افكرك ولا هتفتكر ليه وحدك؟ اي لا افتكرت، عشان ما بصش على بنت الجيران. ليه؟ عشان انت بتغيري وخايفة انها تخطفني منك. مش كده يا روحية. تخطفك ده ايه؟ يا ريتها تخطفك وتخلصني منك. ليه بس؟ ومن القلق ووجع الدماغ اللي انت عاملهولي كل شوية والتانية. بس مش عشان كده. ها، قول كمان عشان ايه. ابوس ايدك يا استا روحية. فهمت خلاص. انا اسف يا روحية ومش هعمل كده تاني. على العموم روح افتح الباب الاول وبعدين ابقى اكمل معاك. ربنا ينتقم منك. ها؟ طبعا اذنك يا روحية. يا حبيبتي. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا يا استاذ رؤوف، اهلا وسهلا. مساء الخير يا حاج جابر. مساء الفل. الاستاذ محمود اللي كلمتك عنه. اهلا وسهلا. واللي عاوز ياجر الشقه اللي قصاد حضرتك. اهلا وسهلا يا استاذ محمود. ثانيه واحده من فضلك اجيب المفتاح. اتفضل. ايه رايك ايه يا استاذ محمود؟
والله الشقة مش لاقي فيها أي عيب. الحق أقول لك يا أبو حنفي هتعجبك. آه بس أنا مش عارف، ملاحظة حاج جابر. أيوة. إن الشباك ده مقفول. أيوة. على طول حاولت أفتحه ما فتحش. أصله متسنكر. متسنكر؟ طب ويا ترى ليه؟ ما هو ده هنكتبه في العقد إن شاء الله. هتكتب إيه؟ هشترط عليك إنك ما تفتحش الشباك ده بالذات. يعني إيه يا حاج؟ اشمعنى الشباك ده؟ والله ما اقدرش اقول لك، هو ده شرط الوحيد، الشباك ده ما يتفتحش. ها قلته ايه؟ قلته ايه؟ مش معقول اللي بتقوله ده يا حاج جابر، انت لازم تديني مبرر، ليه الشباك ده مقفول على طول؟ قلت لك ما تسالنيش قلته ايه. على العموم يا حاج جابر احنا قبلناها من وشك السمح ده. الله يكرمك. حتى لو ما فيهاش شبابيك خالص. الله يكرمك، على خيرة الله، اتفضلوا عندي بقى عشان نكتب العقد. أشمردل انت بنت أشمردل انت فين يا اخويا؟ تلاقيها اكيد واقفة في الشباك يا سلعتر. يا ولية يا ولية تنجاري بقى، وبلاش كلمة سلعتر دي. اوه امال يعني عاوزنا اقولك ايه بقى يا سلعتر؟ قوليلي يا عوعو يا توتو يا رورو. يو ده كان يتقطع لساني يا اخويا لما اقول عليك عوعو ولا رورو. ليه ده برضو كلام يا سلعتر؟ ده انت كبير قوي قوي يا اخويا، ربنا يخليك لينا لحد ما اتجوز شمردل وتفرح بعيالها وعيال عيالها كمان. هو احنا لينا مين غيرك بس يا سلعتر؟ الله يقطع سلعتر وسنين سلعتر يا شيخة. قوليلي هي البنت شمردل فين؟ مش باينة ليه بقى؟ مش عارف برضو يا سلعتر. عارف ايه بس يا خليفة الترما يا ابو سنجة؟ راح علي امال يا سلعتر. اصل يا اخويا الشقة اللي قدامنا سكنت امبارح. ايه بتقولي؟ ايه سكنت امبارح؟ يا نهار زي بعضه. انت يا بنت يا شمردل انت يا بنت. محمود. ايوه انت يا سيدي رحت فين؟ انا هنا في الصالة يا رؤوف بركب الصور دي. ايه ده يا ابني كل دي صور؟ انت ايه مصور كل الناس اللي شفتهم في حياتك ولا ايه؟ لا دول فرع العيلة بتوع ابويا. كل دول ابوك لوحده؟ ما شاء الله. طب والست الوالدة مالهاش فرع عندك ولا ايه؟ لا علقتهم في الاوضة اللي جوه دي. تعال 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 افرجك عليهم. اه في الاوضة اللي فيها الشباك المغلق. اه عارف يا رؤوف انا هموت واعرف ايه سر الشباك ده. اكيد عليه عفريت، لو فتحته العفريت هيخش لك. المهم ان الحاج جابر مش عايز يقول ليه، وهو ده اللي هيجنني. بقولك ايه، اوعى تقل عقلك وتتهور وتفتح الشباك. على طول يا حبيبي العقد هيتلغي ويضيع عليك التأمين اللي انت دفعته، والاهم بقى من كده هتدوخ من جديد على شقة حلوة وبرحة ورخيصة، واهم شيء صاحبها راجل طيب. ايوه لكن تفتكر لو فتحت الشباك ايه اللي يحصل؟ هخرب بيته هخرب بيته واطرده من الشقه. يوه يا جابر. ايوه كده. مش كنت تفهم الاستاذ محمود احنا قافلينه ليه؟ فهمته. اهو انت كده دلوقتي هتخليه يفتكر حاجه وحشه في الشباك، ويمكن هو اللي يسيب لك الشقه ويطفش. روحيه. وبعدين احنا اتفقنا على ايه؟ بس الواد ملوش ذنب في اللي حصل واللي بيحصل واللي هيحصل. الله ينكد عليك، ملناش دعوه يا روحي، كفايه اللي شفناه من ورا الشباك. اظن كده بقى ابو حنفي كل المسائل بقت جاهزه وكله بقى في التمام. امشي انا بقى، ها، لان اتاخرت على البيت وعلى العيال. تعبتك معايا يا رؤوف. على ايه يا اخويا؟ اقول لك بقى سلام، واشوفك بكره ان شاء الله في الشركه، واقول لك ليله هنيه في حضن الشقه الجديده. بس ما تنساش مالكش دعوه بالشباك ده، انت فاهم؟ هعمل نفسي مش واخد بالي منه خالص. سلام يا صاحب الشباك المغلق. سلام. مع السلامة. يا اخيرا بقالي مملكتي الخاصه، انا دلوقتي محتاج اني اتمتع بقسط من الراحة في حضن سرير الوزير في اول ليلة ليا في شقتي الغالية. ايه ده؟ ها؟ يا ترى مين اللي جاي دلوقت؟ طيب ثانية واحدة، انا جاي اهو. الله، يعني انا كنت نايم لك ورا الباب. الزبالة. نعم الزبالة.
يعني ايه مش فاهم؟ يعني انا الزبال وجاي علشان اخد الزبالة. ايوه يعني في حد بياخد الزبالة بعد انصاص الليالي كده. هو انا بقى كده، يلا خلص علشان مش فضيلك. بس انا لسه ما لحقتش يبقى في عندي زبالة يا سعادة الباشا الزبال. اه خلاص، يبقى اخد حساب بتاع الشهر كله. وبعدين بقى يا سيدي، ده اول يوم اسكن فيه الشقة. عارف ده اول يوم ليك في الشقة، ولسه ما وسختش حاجة، ولسه ما كونتش زبالة. والمفروض ان انا افوت عليك بكرة ولا بعد، لكن انا بقول لك حساب الشهر الجاي انا باخده مقدما. مقدما؟ طب ازاي؟ ازاي في حد بياخد حسابه مقدما؟ افرض ما جيتش. انا علي انا حاجة، الدور والباقي عليك انت. يعني يوه، انت هتوقف حالي يا بيه ولا ايه؟ هتدفع ولا لا؟ انت بتاخد من كل الشقق الحساب مقدما؟ لا، شقتك انت بالذات اللي باخد حسابها مقدما. اشمعنى الشقه دي بالذات؟ عشان اضمن حقي، قصدي عشان ايه؟ يا عم هتدفع ولا لا؟ خلصنا عشان ابقى افتكرك وابقى اقرا لك الفاتحه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه 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 اللي بتقوله ده؟ يوه، انت هتعصلك ليه؟ ما الخمسه اللي كانوا ساكنين قبل منك كانوا بيدفعوا مقدما وكانوا مسهلينها، عشان كده ربنا ريحهم بسرعه. ما تتعبنيش والنبي ارجوك. خمسه؟ هي الشقه دي سكنها خمسه قبل مني؟ وحياتك ما كملوش اكتر من اسبوع واحد. ليه؟ يوه، ده بعيد عليه ما يعرفش، اصل بعيد عنك الشقه دي كانت مسكونه. زباله زباله. الشقه مسكونه؟ يعني ايه مسكونه؟ وبعدين خمسه كانوا ساكنين فيها، هو ايه الحكايه؟ باين عليك اتدبست يا ابو حنفي ومحدش سمع عليك. انت بنت شماردل، شماردل واقفه في الشباك ليه سعادي؟ ماذا تريد يا ابي؟ هل تريد ان تقف انت في النافذه؟ لا، وانا ايه اللي هيوقفني في الشباك سعادي؟ بس مالوش لازمه دلوقتي، الوقت متاخر، ووقفتك دي شكلها مش كويس. لا تعبأ بالمحيطين بنا يا والدي، فانني اسمى وارفع من اي كلمه تقال عني. ربنا، ده انا خايف على السكن الجديد. ماذا دهاك يا والدي؟ ما الذي جعلك تشرد الذهن هكذا؟ عشانك انت يا شمردل. يا بنتي انا قلقان عليك قوي. وما الداعي لهذا القلق يا والدي؟ انني والحمد لله بخير، انعم بصحه جيده، ولا يعكر صفو حياتي اي منغص. على العموم انت حره بنتي، بس اما تدخلي اقفلي الشباك اللي انت باصه منه ده. يلا. هلا أخبرتني يا والدي ببعض المعلومات الخاصة بالساكن الجديد في العمارة المقابلة لعمارتنا؟ أقبل قدميك ورجليك وأرجوك أن تدعي الساكن الجديد في حاله، إن ضحاياك فاق العدد. أرجوك يا ابنتي، أرجو من الله أن يعدي الأيام دي على خير بقى. عجبا لك يا أبتي، أراك تخشى شيئا ما، ولا أدري ما الداعي لهذا. لا تدري؟ طيب تصبحين على خير يا شمردلة العزيزة. صباح الخير يا أستاذ رؤوف. صباح الخير يا عم كامل. ايه ايه أخبار الحياة معاك؟ الحمد لله على كل حال. إنما يا أستاذ رؤوف، مش ملاحظ سيادتك إن الأستاذ محمود ما جاش النهاردة؟ معقولة ما جاش النهاردة؟ طب ده أنا افتكرت إنه نزل المحكمة الصبح. وتفتكر يا أستاذ رؤوف إنه ما جاش المكتب دي النهاردة؟ معقولة؟ ده انا خايف لا يكون حصل ال هو ايه اللي حصل ده يا استاذ رؤوف؟ ها؟ ايوه يا ترى مين اللي جاي الساعه دي؟ تلاقيه بتاع النور. طيب جرى ايه يا ابني؟ ساعه عشان تفتح الباب؟ ايه ده؟ مالك عامل كده ليه؟ ومالها عينيك منفخه ووشك مرهق كده ليه؟ اقول لك ايه، خش اعمل لنا اتنين قهوه الاول. ايه مالك؟ انت ما نمتش ولا ايه ليله امبارح؟ ولا شافت عينيا النوم. يا ترى ليه بقى؟ قول لي، كنت سهران مع مين امبارح؟ مع الشباك. اخ هلوسه. قله النوم هتدخل السلوك في بعضها وهتخرف اهو. اعمل القهوه الاول وبعدين ابقى احكي لك. لا يا حبيبي، مش قبل ما اعرف مين اللي كان معاك امبارح. اخ تكونش اتجننت وفتحت الشباك ودخل العفريت وما نايمكش؟ جنية السماء. نعم، جنية السماء. يا خبر،
هو طلع عفريتة مش عفريت؟ بقول لك جنية السما زارتني مبارح. بسم الله الرحمن الرحيم. وعملت ايه وانت لوحدك يا مسكين؟ ولا حاجة، شاورت لها ضحكت لي. لا لا وحياة والدك، رتب دماغك كده وفهمني بالراحة. شوف يا سيدي، بعد انت ما نزلت وجه الزبال وقفلت النور ودخلت السرير، لقيت نور ناعم بيتسرب من شيش الشباك. الشباك المغلق بالظبط. قمت وقربت من الشباك، لقيت النور جاي من الشباك اللي في العمارة اللي قدامنا. وبعدين حصل ايه؟ فتحت الشباك وبعدين يا ترى مين اللي صاحي لحد دلوقت؟ الله 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 الله، ده النور اتطفى. يمكن تهيؤات يا ابو حنفي. استهدى بالله كده ونام، نام احسن لك. الله، دي مش تهيؤات بقى، النور نور تاني. وبعدين بقى اما ابص من ورا الشيش واشوف مين اللي واقف. ايه وبعدين حصل ايه؟ اتكلم سكت ليه؟ لقيت يا رؤوف يا اخويا، لقيت ملاك نازل من السماء. ايه؟ راجل واقف في الشباك؟ بقول لك ملاك نازل من السماء تبقى برضو راجل. امال ايه يا محمود؟ انسى ولا كل الاناث. مين اناث دي؟ بقول لك ايه، انت هتديني الوش الخشب وتقفل دماغك معايا، مش هقول لك اللي حصل. فتح مخك وما تطعنيش. ما تزعلش، المهم ايه اللي حصل؟ اول ما بصيت لها ضحكت لي، فرحت فرحت قافل الشباك على طول. ليه بس؟ ليه بقى واحده بتضحك لك تقوم تقفل الشباك في وشها؟ ده كلام ناس عاقلين برضو. بصراحة أنا خفت من كلامك ومن كلام الباشا الزبال. وبعدين عملت إيه؟ اوعى تقول لي بقى رحت نمت وسبتها لوحدها في الشباك. بصراحة إيه؟ يا خبتك، ده أنت طلعت حتة حمار. بس هي ما نمتش كمان. وعملت إيه؟ بصراحة ما جاليش نوم، رحت للشباك تاني لقيتها واقفة، فتحت الشباك بالراحة وبصيت منه. وبعدين راحت ضحكة وقفلت الشباك. أحسن. طب أعمل إيه بس يا رؤوف؟ ما أنت عمال تقولي عفاريت والواد الزبال يقول لي اللي بيسكن الشقة دي ما بيكملش أسبوع. أنا خفت يكون الملاك السماوي ده هو السبب. المهم انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ودي عايزه كلام، لازم اقابلها، بس ازاي وفين وامتى مش عارف. ايه يا شمردل يا بنتي، مالك قاعده لوحدك كده ليه؟ ما تيجي تقعدي معانا. لا عليك يا ابتي، انني استجم واستمتع بالصوت الذهبي هذا. ايه ده مين اللي بيغني ده؟ اوه، الا تعرف من هذه؟ لا. هذه سيدة الغناء العربي، السيدة الأصيلة، السيدة أم كلثوم، وهي تجدو يا مجد يا ما اشتهيتك. طيب يا بنتي، طيب هل أنت هتتعشي معانا ولا مش ناوي الليلة دي؟ أترك سيدة الشرق العربي من أجل الفتات من الطعام؟ أيعقل هذا أيها الأب الرشيد؟ رشيد، تبا لك ولكل من كل من أكمل وكن جريئا. لا أستطيع يا فلتتك بدي، لا أستطيع. يا سلعتر، كلم يا سلعتر. ربنا يخلصني منك ومنها في ساعة واحدة عشان استريح بقى. جايلك يا أمو شمردل، جايلك يا خليفة الترماية أبو سنجة. جرى إيه يا راجل؟ ده كلام الناس واقفين برا وانت عمال تهزر وتاتي. من هؤلاء أيتها الزوجة المتخلفة؟ إيه ده الحاج جابر صاحب العمارة اللي قدامنا. استر يا رب استر، انا كل ما بقابل الراجل ده بيعكر دمي وبيخليني ابقى عاوز ارقع له سدان. هدئ من روعك يا والدي. حاضر، ساكون اكثر من هادئ. روح يا شيخ، ربنا يبتليك ببرومة في مخك زي اللي في لسانك. وبعدين بقى ما تدعيش على البيت ليكون باب السما مفتوح. هو في الدنيا زي شمردل؟ يا حبة عيني يا بنتي.
يعني ايه؟ انا مش فاهم انت عاوز تقول يا حجاب. اعوذ بالله، ايه مالك يا عتر؟ وشك اتغير ليه؟ بصراحة كده وما تأخذنيش، انت ريحك تقيل على قلبي. اشوف فيك يوم يا راجل، ده كلام برضو؟ ده احنا جيران والوش في الوش. اللهم طولك يا روح، مش تخش في الموضوع على طول يا اخي، اتكلم يا جابر اتكلم. عمي 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 عمي، انت عارف طبعا ان الانسة بنت حضرتك يا عمي. الانسة شمردل. ما تاخذنيش يعني، ما تاخذنيش، ما فيش حد ناوي يتقدم لها. مش بقولك انت ريحك تقيل على قلبي؟ الله ينكد عليك، ده انا قصدي شريف والله يا عمي. طب مدام قصدك شريف يا سجابر، ايوه انا هروح عندهلك بقيت افراد المعسكر عشان يبقى الكلام قدامك وقدامهم وتواجههم. بس يا عمي عمي لا مؤاخذة يعني، لا مؤاخذة، اصلا انا بستحي شويتين، ويمكن الانسة شمردل بتستحي برضو شويتين. شمردل تستحي؟ ايوه. لا ابدا. ايوه يا عمي. انا بقول كده احسن يا عمي، يعني عشان تاخد الرأي المتين في المليان. برافو. وتبقى دي هي النهاية. بس انا بصراحة يا عمي. يا شمردل عمي. شمردل هات امك وتعالي. يا اهلا وسهلا. أهلا يا بيك. اهلا وسهلا عمي. انت منور يا ابني. بحضرتك عاوز تتجوز شمردل؟ حاضر، يلا بسرعة أولاد تعالوا. عمي عمي أنا بصراحة مش عارف، لا مؤاخذة يعني، لا مؤاخذة، مش عارف هقولها إيه يا عمي. لا لا لا، أنت مش هتقول أي حاجة خالص. خير يا سلعتر؟ هل حدث حب جلل يا والدي؟ إلا جلل. هتبقى فضيحة بجلاجل. ابني العزيز صاحب الستين ربيعا، واللي متجوز قبل كده ثلاث مرات، جاي طالب ايد شمردل بنتي. سامعة ام شمردل؟ بس خلاص بقى، انا كلامي خلص لحد هنا. بعد اذنك بقى عشان ما تصعبش عليا. انا مش مطمن، انت رايح فين يا عمي؟ انت يا بواب، انت يا بني ادم اللي تحت. ايوه استاذ محمود. خير؟ الميه اتقطعت يا بني ادم، شوف لي شويه ميه عندك. يا استاذ محمود انا مش فاضيلك دلوقتي، لو فيك نفس تعالى شيل معاي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ماله؟ ها سلامتك يا حاج جابر. ايه الحادثه دي ولا ايه؟ ولا هو دخل في ترماي ولا ايه؟ ما خبرش عاد. انا لقيته مرمي على الرصيف زي ما انت شايفك ده، ما بينطقش وعمال يشاور وبس. يا ساتر يا رب يا ساتر. معقول؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده انت متبهدل قوي يا حاج جابر. ايه اللي حصل؟ بيقصد ايه؟ هيقول لك جدري ومكتوب. يا ساتر يا رب يا ساتر، ده انت مفيش حتة فيك اللي واخده غبطة وورمة. طب شيل 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 معاه، شيل. بالراحة بالراحة بالراحة، الراجل خلاص مش نافع. بقول لك ايه يا محمود بيه، مش واجب برضه نبلغ البوليس؟ خلاص خلاص خلاص، بلاش بلاش، على مهلك، شيل معايا، شيل شيل يا سيدي. بس لو اعرف مين اللي عمل فيك كده. وبعدين يا استاذ رؤوف، وبعدين استاذ محمود كده بقاله اكتر من اسبوع ما جاش المكتب. معلش معلش يا عم كامل، اصل الملاك اللي بينزل من السما ايه نزل له وقعد قدامه وباين عليه مش هيسيبه. ملاك ملاك ايه يا ابني؟ بس ايه الحكايه؟ لا لا ما تاخدش على كلامي يا عم كامل، بس ادعيله ربنا يسترها معاه ويعدي منها على خير. ربنا يسترها معانا ومعاه. بس لو اعرف يا ابني ايه حكايه الملاك دي. خلاص خلاص يا رؤوف، انا ما بقتش قادر، انا لازم اقابلها باي طريقه. طب ما تشاور لها تنزل تقابلك. مش راضيه، عماله تشاور لي اجي اقابل ابوها. طب وبعدين هتعمل ايه؟ انت اللي بتسالني برضو؟ اياك، انا عمال احكي لك وعمال اشرح لك وانت مش هنا. طب بالهداوه بالهداوه بس كده عشان نقدر نوصل لحل يرضيك ويرضيها. احنا ناسيين حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ ابوها. طب وايه يعني؟ واحد جاي يخطب بنته، ايه المشكله في ده؟ ايوه يعني افرض انها طلعت من عيله محافظه وبعدين ابوها يبوظ الخطوبه لو عرف اني كنت بشاور لها من الشباك المغلق. ايوه ايوه
أنا اللي حاسس إن طريقي كله بقى مغلق 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 يا ولد. ولا مغلق ولا حاجة. تعالى تعالى أنا هرسم لك خطة ما تخرش المية، وساعتها هتدعي لي. شوف يا سيدي. الباب يا شماردن، انت يا ام شماردن، انتوا يا بشر يا اللي جوه، انا في الحمام مش قادر اخرج كده. طيب خلاص يا سلعتر، خلاص يا اخويا، ما تزعقش، هفتح اهو. مساء الخير. مساء الخير. يا ترى الاستاذ العتر موجود يا هانم؟ هانم موجود، بس هو في الحمام. طب يا ريت حضرتك تديله خبر. اقول له مين؟ محمود الوجيز، جاركم اللي ساكن قصادكم من اسبوع. اهلا. ايه انت بتقول مين؟ يا نهار مش فايت. ايه ده؟ ايه اللي تزوق دي؟ اقولها جاركم الجديد تقوم ترزع الباب في وشي كده. باين عليها حضيع يا ابو حنفي زي غيرها. لكن لا، ولا يهمك، انا مصمم المره دي، وعشان الورد ينسي العليق واضرب الجرس تاني وتالت وعاشر لحد ما اخطب الملاك، ملاك السماء. ترى ايه يا ام شماردن؟ الله، ايه الحكايه؟ مالك يا وليه؟ الله، الوليه متسمره كده ليه؟ انت ايه، مش سامعه جرس الباب؟ ما تروح تفتحي. لا روح انت، ربنا يستر. اروح كده يا وليه؟ اروح بالشكل ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ما تنطقي، اتكلمي، حرام عليكي، هديلك على دماغك. هو هو مين؟ مين يا مرستان؟ الساكن الجديد. يا نهار زي بعضه. طب روحي افتحي الباب عقبال ما غير هدومي، روحي دخليه في الصالون. يلا يلا يا ولية، ربنا يوريني فيكي يوم اخبر. يا ترى العتر بيه خلص الحمام ولا لا؟ خلص. عال، طب من فضلك ممكن قابله؟ ممكن. ممكن تبلغيه حضرتك؟ بلغته. طب المفروض اعمل ايه دلوقتي يعني؟ ادخل في الاوضه اللي هناك دي، ما تتحركش من هناك، انت فاهم؟ ها ها ها، حاضر. ايه ده، عامله زي المخبرين السريين كده ليه دي؟ يا شماردل، تعالي يا حبيبتي، تعالي لما اعدل لك خلقتك دي شويه. ايوه، حذري فذري بقى، مين اللي قاعد في اوضه الصالون دلوقتي؟ اكيد والدي يحتسي القهوه ويقرا الجريده. ربنا يكون في عونك يا ابني. يا بنتي لا، عارفه السكن الجديد اللي سكن في الشقه اللي هناك دي؟ حضر بقدميه الى هنا فارس الهمام. اريد خيمه وعنزتين، أريد خيمة وعنزتين يا أمي، تصرفي. الأستاذ محمود الوجيز. الوجيز، أتقولين الوجيز؟ أنعم وأكرم به من اسم. يا رب، ربنا يعوضنا فيك عوض الصبرين. استهدي بالله يا بنتي لحد ما بوك يندهلنا. أريد أن أتملى من عينيه عن قرب يا أمي. إيه يا ابني، مالك قاعد بعيد كده ليه؟ ما تقرب جنبي هنا. انا عمي محمود الوجيز. ايوه ايوه عارف يا ابني، محمود اللي ساكن في العماره اللي قدامنا. ها، خير، في ايه؟ بصراحه يا عمي، أيوة، انا سمعت عن حضرتك كتير وعن اخلاق حضرتك الكريمه العظيمه اللي تشرف اي حد يقرب منها ويناسبها. يناسبها؟ ايوه يا عمي. يناسب مين؟ انا ابني ما عنديش حد عشان تناسبني فيه. باين عليك عكيت يا ابو حنفي، والملاك اللي نازل من السما دي طلعت مراته. بس مش حرام، مش حرام الجمال والشباب بتاع الملاك ده يندفن مع راجل فوق الستين زي ده؟ عجبت لك يا زمن؟ ايه يا ابني، انت سرحت كده ورحت فين؟ ها؟ مع حضرتك يا عمي. بس انا يا عمي كنت اقصد يعني. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا ابني، اهلا وسهلا. الله الله الله، مين دي بقى؟ هو متجوز اتنين ولا ايه يا استاذ؟ انت
يا ابني. ايوه مالك؟ اهلا 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 يا فندم. اهلا اهلا وسهلا. لا 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 مؤاخذه اصلي تعبان شويه. اهلا وسهلا. الست دي تبقى المدام مراتي. الله، هو حضرتك ما تاخذنيش يعني متجوز اتنين؟ ربنا يديك الصحه ويفتحها عليك. ايه الحلاوه دي؟ ده مش قر والله ولا حاجه. انت متجوز عليا يا سلعتش؟ لا لا يا لهوي، الحقيني يا بنتي. الله الله الله، الحقيني، ابوك اتجوز عليا، الحقوني يا ناس. لا 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 لا، الله يعجل عليك يا شيخ. الراجل اتجوز عليا. انت جدع، انت مين اللي قال لك ان انا متجوز؟ في ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ عايز مني ايه؟ ولا حاجه يا عمي، انا اسف يا جماعه. في ايه؟ عن اسلوب، عن اسلوب. استنى عندك هنا. انت رايح فين؟ انا انت مش هتنزل من هنا الا لما تقولي مين التانيه دي. بعد العشره دي كلها، عشره السنين، تبقني يا زلعتر. يا ولي عقلي وربنا ما حصل. اسكت خالص، حول ولا قوة الا بالله. هي مين؟ انت احسنت حاجة. هي دي والله، هي دي. هي دي مين؟ انت ايه يا متخلف؟ انت ايه اللي بتعمله ده؟ هي دي مراتك التانية. انت بتقول ايه يا استاذ؟ هي دي اللي انا اقصدها. ربنا يشفي الكلاب ويضرك يا اخي. ربنا يرزقك باللي ينشف دمك زي ما نشفت دمي يا غريب. شماردة البنتي. ايوه فالح، دي شماردة البنتي. انت قصدك ايه؟ انت قصدك ان دي تبقى مراتي؟ انا مقصودش حاجة. لما دي بنتك، امال بتقولي ما عنديش بنات للجواز ليه؟ ها؟ كنت هتجنني. خلاص بقى اسكت يا اخي. واسكت ليه؟ ها؟ انا عاوز اعرف ايه الحكاية، عايز اعرف. تمهل قليلا وسنحاول ان نتدبر الامر. نعم، نتدبر الامر؟ انت بتقولي ايه؟ طب روحوا انتوا بقى اعملوا لنا حاجه نشربها. حاضر. ما تنحيش كده يا بنتي، خدوا منك وروحوا. يلا يلا. حاضر يا اخويا، حاضر. تعالي يا اختي. نتدبر الامر. اهم مشوا. ايه الحكايه بالتفصيل بقى؟ ها، انت شككتني في نفسي. لما انا طلبت منك ايد بنتك قلت لي ما عنديش بنات للجواز ليه؟ ايه مش عاجبك؟ في حاجه شايفها فيها مش مناسبه؟ من حق افهم يا ابني. والله ولا اي حاجه تعيبك. امال يعني العيب ده في بنتك يعني مثلا ولا حاجه؟ انت اتجننت. انا بنتي احسن بنت في الدنيا. يا مثبت العقل والدين يا رب. يا عم فهمني قبل ما يحصل لي حاجه من كلامك ده. شوف يا ابني، بنت تقدم لها قبل منك 5 عرسان. 5؟ ما تقطعنيش عشان اكمل. اتفضل. والخمسة بعيد عنك وبعيد عن السمعين، بعد الخطوبة انسى. اه؟ انسى يعني انسى ايه؟ صدفة طبعا، صدفة يعني. انسى وصدفة؟ انا مش فاهم يعني ايه. يعني بيموتوا بعد الخطوبة. نعم. ما هو ما يمرش أسبوع إلا لما يكون الزبون اتكل على الله. اتكل على الله 5 مرات وتقول لي صدفة؟ ما هو عشان كده أنا اختصرت الكلام معاك وقلت لك أنا ما عنديش بنات للجواز. معقولة الجمال ده كله يفضل كده واللي يقرب منه يتوكل على طول؟ وأنا عشان كده وعشان خايف عليك قلت لك ما عنديش بنات تتجوز. سلام قولا من رب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولحد دلوقتي ما عرفتوش إيه السبب؟ يا ابني ده مقدر ومكتوب. شفت إزاي؟ عشان كده الحج جابر اشترط عليا إني ما افتحش الشباك. أيوه، عشان الشباك ده هو اللي بيطل على شباك أوضتها اللي هي كمان بتبص منه. والخمسة فتحوا الشباك وجم يخطبوها. ها؟ فهمت انا دلوقتي بقى، عشان كده الزبال كان عاوز يضمن فلوسه مقدما. على العموم يا ابني انا اتشرفت بمعرفتك، وربنا يوفقك مع انسانة تانية. يعني ايه؟ مين قال ان حسيب الملاك ده؟ لا 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 لا، قصدي بنتك دي. يعني ايه؟ يعني انا هخطبها. والخمسة اللي توكلت ده مقدر ومكتوب. دول ما بيكملوش أسبوع يا ابني. صدفة، صدفة يا عمي، صدفة. انسى، مش أكتر من صدفة. صدفة؟ 5 مرات صدفة؟ وأكتر من كده كمان. بس أنا خايف عليك يا ابني. قول يا رب وأنا حسبت لك إنها صدفة. وبصراحة بقى يا عمي، أنا بقيت مغرم صبابة ومش هقدر أعيش بعيد عنها. ها؟
هات ايدك. عاوز ايدي ليه؟ هات ايدك عشان نقرا الفاتحه. مش معقوله، انت ايه يا ابني؟ انا محمود جاركو يا عمي. انا اسف، قصدك لازم تاخد راي العروسه. طبعا من حقك، اتفضل اسالها. يا ابني فكر كويس. فكرت يا عمي فكرت، ارجوك ما تضيعش وقت. اللهم اني بلغت فشل. يا شمردل يا شمردل، هات امك وتعال. خيرا يا ابتي. ايه رايك في الاستاذ محمود؟ انه رجل. والله العظيم انا عارف انه راجل، انا بسالك عليه، ايه رايك فيه؟ ابتاه الخجل يقتلني. هي بتقول ايه؟ هي بتكلم لغات؟ استنى انت. ايه رايك يا مشمرد؟ الراي رايك انت يا سلعتر. يا ابني انا ما غشيتكش، انا قلت لك على كل حاجه. يا عمي اتكل على الله ومد يدك امال. ربنا معاك يا ابني، وادي ايدي اهي. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن. يا ساتر يا رب، النور اتقطع ليه؟ استر يا رب. امين. استر يا رب. ده ايه ده؟ احنا لسه ما عملناش اي حاجه. لا تقلق يا والدي لا تقلق، فلدي من الشموع ما يجعل بيتنا ظهرا. طب ايه رايك يا سي محمود؟ جرى ايه يا عمي؟ ما يبقاش قلبك خفيف ومال. صدفه طبعا. طب نقرا الفاتحه على نور الشموع. معلش يا ابني. ونقضيها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. امين. مبروك عليك، مبروك عليك انا يا عماه. مبروك يا ابني، مبروك يا شمردل، مبروك يا بنتي، ربنا يجعلها اخر الافراح. اعوذ بالله، ليه كده بس؟ قصدي اخر فرح تبقى هي عروسه فيه. جرى ايه يا ام شمردل؟ هتصحي الجيران. يوه دي بنتي يا سلعتر، ولازم افرح بيها. امال استني استني، انا اللي هفتح الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لا مؤاخذة يا عم العتر. ما يصحش تزغرطه في ليلة زي دي. أبويا يا عم العتر لسه ما خرجش. لا مؤاخذة، أبوك ما خرجش منين يا ابني؟ أبويا لسه ميت من 5 دقايق. الله 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 الله، خد الشر وراح. البقية في حياتك يا ابني. البقية في حياتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. مع السلامة يا ابني. مع السلامة. ما نجيلكش حاجة وحشة. مع السلامة. إن شاء الله تبقى آخر أحزانك. المرة دي العطر يسيع الجيران، حاج إبراهيم البرغوت مات من 5 دقايق. يا ساتر يا رب. أظن هتقولي صدفة برضه. طبعا صدفة. الله، ده كل واحد بيتولد مكتوب يومه وساعته على جبينه. أنا فخورة بيك أيها الفارس المقدام. نعم حضرتك بتقولي حاجة؟ بتحييك على شجاعتك. أنا ملاحظ يا عمي إننا ما تكلمناش في التفاصيل، يعني المهر والشبكة العقد الحاجات السخيفة دي. طلبات سعادتك إيه؟ يا ابني ما تسبقش الحوادث يا عمي، عشان الواحد يستعد ويرتب نفسه للمستقبل. يا عم انت اصبر بس، اصبر لما تعدي الليلادي على خير. وبعدين بقى، طب المهر عايز كام؟ مش عاوز مهر. طب والشبكة؟ مش عاوزين شبكة. أنا لدي أنواع مختلفة ومتنوعة من الخطبات السابقة. جرى إيه يا شمردل؟ البنات الصغيرين الحلوين اللي زيك ما يتدخلوش في كلام الكبار. إنه مستقبلي يا أمي، ويجب أن أناقش من سيشاركني حياتي ومستقبلي في الأيام المقبلة. يا أختي استني لما الليلادي تعدي على خير الأول. المستقبلي وحياتي، ربنا يستر على الجدع. ماذا بك يا عماه؟ ما لي أراك واجماً. في طلبات تاني؟ قول كل اللي انت عاوزه، قول كلامك مباح، قول. لا مؤاخذة يعني عمي، انا ملاحظ ان الانسة هي اسمها ايه؟ شمردل. شمردل يا ابني، شمردل. شمردل؟ ايوه شمردل. ايوه شمردل. ده اسم، ده كان من قلة اسماء. المهم
انا ملاحظ انها مكسوفه مني، وبصراحه انا شايف بعد اذن حضرتك طبعا اننا نتقابل مع بعض بره علشان نحاول نقرب من بعض. ده بعد اذن حضرتك طبعا. يا سيدي انت مستعجل على ايه؟ لما بكره يجي يبقى يحلها ربنا، يبقى فيها فرج كده. طب استاذن انا بقى، وبكره باذن الله حفوت على الانسه سفرجل شمردل. معلش معلش، هو يعني ما لقيتش غير الاسم ده يا عمي. معقول؟ المهم سلام عليكم. انتظر. وعليكم السلام. انتظر لحظه، ساشعل لك شمعه تاخذها معك كي تضئ لك الطريق وانت تهبط. من يد لا نعدمها يا ست شفر شمر سحر شمر. بلاش بلاش. سلام عليكم. عليكم سلام عليكم. والله صعبان علي قوي الجدع ده، لسه في عز شبابه وزي السكرة. يلا كله مقدر ومكتوب. ماذا حدث لك يا خطيبي؟ قالوا يقول لي اشوفها بكرة. استنى يا عم كامل لما نسأل في الاستعلامات عن قطة الأستاذ محمود. طيب اهو يلا. من فضلك الأستاذ محمود الوجيز اللي جه امبارح بالليل قطه فين؟ اللي هناك دي. شكرا. تعالى يا عم كامل. يلا يا أستاذ زعوف، الله يدعيني وصابتك يا أستاذ محمود. محمود حبيبي. ألف سلامة ليك يا أستاذ محمود. شناني مكسرة، شناني. الله يسلمك يا عم كامل. اخبار الشاي بتاعك ايه دلوقتي؟ نعم بتقول ايه؟ انا عارف انا عارف. المهم ايه اللي حصل يا محمود؟ ابدا، بعد ما قرينا الفاتحه ونازل على السلالم اتزحلقت على السلم. يا ساتر يا رب. هو انت كنت في الدور؟ على الشارع. على العموم الحمد لله الحمد لله انها جت على قد كده. الحمد لله الحمد لله رؤوف. انا قلت انها النهاية وقريت الفتحة على روحي، بس حاسس ان كلامي تقل شوية. معلش معلش، افتح بقك كده يا محمود. الله الله الله، ده مفيش ولا سنة. هي اسنانك راحت فين؟ انا عارف انا عارف، تلاقيهم على الشلم شفرجل. مين مين يا اخويا؟ شمردل شمردل، الملاك اللي نازل من السما. هي اسمها شمردل. ايوه. بقول لك ايه، المفروض انك تخف انت بقى عشان زمانها جايه، وانا مش عاوز حد يشوشر علينا واحنا بنحب بعضينا. نعم بنحب بعضينا. تحب ايه يا ابني؟ انا وشمردل. انت وشمردل؟ شفايل. ده انت بقيت شرك خالص وما تنفعش في اي حاجه. قال يحب قال. يلا يلا يا عم كامل. مع السلامه. يلا عشان البيه يحب. مع السلامه. سلام ايها الفارس المغوار. مع السلامه. من الدور السابع يا راجل. مع السلامه. ولوني على الرصيف. ادخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حبيبتي، تعالي تعالي معرفك برؤوف صديق العمر وعم كامل. هي دي الشفاء. حبيبتي حبيبتي يا رؤوف، حبيبتي اللي كلمتك عنها. ماله يبحدكوا فيا هكذا؟ تحشم يا رجل. جرى ايه يا عم كامل؟ مدفوق يا رؤوف. من غير مؤاخذه يا استاذ محمود. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك. بس دي جميله قوي يا محمود. مش بقولك ملاك ونازل من الشمع؟ ارجوك لا تتكلم كثيرا يا خطيبي حتى لا تزداد الامك. نعم هي بتقول ايه؟ سأقول لك فيما بعد. اظن الزياره قد انتهت الان، وجزاكم الله خيرا لزياره المريض. حاضر حاضر. السلام عليكم يا محمود يا ابن الزمخشري. وعليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا سيبوي. وعليكم السلام ورحمة الله. واخد بالك يا عم كامل؟ نعم. جزاك الله خيرا لزيارة المريض. نعم يا بني. عارف دي معناها ايه؟ لا يعني سمعنا بقى. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وحشتيني وحشتيني يا حبيبتي قوي، وحشتيني. إنني أهفو إليك
قلبي كان يتمزق لبعادك ودموعي تنساب من أجل جراحك إثر سقوطك المريع ليلة أمس. ربنا يخليك لي يا شمردل. يا ترى إيه الحاجات اللي انت جايباها معاك دي؟ هذه بعض المطبوعات من أمهات الكتب وبعض شرائط الكاسيت كي تسري عنك في وحدتك. يا ترى جايبة إيه بقى؟ مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة ستثلج صدرك ولا تتوقعها. خيرا خيرا. كتاب، كتاب سلافة النديم ومقدمة ابن خلدون. الإنسان الكامل للجيلاني وبدائع الظهور لابن إياس وبداية المجتهد ونهاية المقتصد. ما رأيك؟ الحقوني الحقوني. لما الصراخ يا حبيبي؟ أعلم أنك تطير فرحا بهذه المجموعة النادرة من أمهات الكتب. إني لأهديها إلا لمن استولى على تلافيف قلبي ومهجتي. بالله ما صدحك يا شمردل. كي تتأكد أنني أهواء؟ أنا مش متأكد. ده الحمار. أعلم يا حبيبي. دعك من المطبوعات وإليك بالمفاجأة الكبرى. أستر يا رب أستر. مجموعة الأغنيات على مجموعة من شرائط الكاسيت النادرة أيضا والتي لا تجد مثلها عند أي إنسان. وانت عندك أي حاجة موجودة عند أي حد تاني؟ أبدا، ده أنت منفردة في كل شيء. إليك بأول شريط، مجموعة أغنيات منتقاة من على أسطوانة قديمة لصالح عبد الحي ومحمد عثمان. ما رأيك؟ ألست أهواك؟ بلى بلى يا حبيبتي والله العظيم بلى. دي رايحة فين يا سعاد؟ رايحة أوضة 45 عشان معاد الحقنة بتاعته. طب والله لو سمحتي لما تخلصي ابقي فوتي على 25 عشان عنده كونسلت. مساء الخير يا استاذ محمود. مشي الخير. ميعاد الحقنه. حقنه؟ ايوه. حقنه ايه؟ انا اتفقت مع الدكتور اني ما اخدش اي حقن. وده برضو كلام يا استاذ محمود. يلا يلا ما تضيعش وقتي عشان عندي عيانين تانيين. مش تدهني براحة. احسن زي ما انت شايفة. مش مستحمل. بس كده؟ طب ده انا مشهورة ان ايديا خفيفة. اما لو تقيلة كنت عملت ايه؟ لما تخف بقى هبقى اقولك. على فين يا شمردل يا بنتي؟ اكيد على المستشفى عشان محمود. اليس من حقي ان اكون بجوار خصيبي اثناء مرضي؟ لا من حقك طبعا. هو مش المفروض انه هيخرج النهارده؟ لا اعلم والله، ولكني ساتقصى الامر ثم اخبركم بما قد يحدث. احنا يا اختي عاوزين محمود يخف بسرعه عشان نفرح بيكوا بقى. امه علي النعمه تلاقيك عاوزها النهارده قبل بكره. المهم يا والدي أن أتزوجه وهو في صحة جيدة. أنا مش فاهم إيه الحكاية؟ هم بقالهم أكتر من 3 ساعات عاملين كونسلت عليه. ربنا يسر وما يحصلش حاجة. الغريب يا أخي إن الممرضة اللي اسمها سعاد دي عمرها ما غلطت وطول عمرها مجتهدة. هو في حد يا أخي ما بيغلطش؟ أهي غلطت، ولولا ستر ربنا كان راح فيها. حد برضو يدي حقنة المريض غلط؟ المهم وهي في التحقيق عمالة تعيط وتقول ما هو اللي قال لي بلاش حقن، وهي اللي أصرت. يلا وربنا معاها ومعاها. السلام عليكم. خيرا، هل حدث شيئا؟ لا أبدا، أصل في مريض خد حقنة غلط وأكيد في حالة خطرة دلوقتي. أعوذ بالله أعوذ بالله. يا ترى من هذا المريض وما اسمه؟ المريض اللي في الأوضة رقم 45 اللي اسمه محمود الوجيز. من؟ خطيبي؟ وخطيبة؟ وخطيبة؟ الحمد لله على سلامتك يا نور عيني. هو مش هيقدر يرد عليك دلوقتي لأنه لسه دايخ. محمود محمود يا من أنار ليلي الطويل. نعم حضرتك بتقولي إيه؟ أهواك يا فؤادي وأفتديك بأمي وأبي. إيه مالك في إيه؟ البنت اللي جوه دي باين عليها اتجننت. محمود أيها الفارس المغوار،
يا من اقتحم أسوار خوفي وقلقي، ابق لي. سأبقى، سأبقى يا حبيبتي، سأبقى كي أتزوجك حتى آخر قطرة من دمي. أحبك، أحبك برغم ما أعانيه، أحبك وسنتزوج. أردت أم لم تريدي سأتزوجك، سأتزوجك. ما هذا؟ لابد أن هناك شيئا حدث. سأتطلع الأمر وأعود إليك. أنتم قاعدين؟ المستشفى بتتهز، الزلزال بيهد المستشفى. محمود فتايا. شمرجل، شمرجل عمري، أقسم إنني سأتزوجك رغم أنف الزلزال والسلالم والكوارث والحقن والذي نعرفه والذي لا نعرفه. سنتزوج، سنتزوج، سنتزوج. أحبك يا محمود وأهواك يا محمود. أحبك يا شمردل وأهواك. قلبي يعتصر خوفا منك يا شفرج يا شمردل. كنتم مع النافذة المغلقة. اشترك بالتمثيل رؤوف مصطفى، إبراهيم كمال، أحمد كمالي، جمال زغلول، أحمد السعدني، محب كاسر، وشادية حسني. الهندسة الصوتية سيد كامل. النافذة المغلقة تأليف حسن زين العابدين، إخراج يسري علي.